كثير من الرجال بيعتبروا مساعدة زوجاتهم بأعمال المنزل وخاصة المتعلقة بالمطبخ انتقاص من رجولتهم لاعتقادهم بأنه هاي الأعمال موجودة للنساء حصرا. والنظرة ما لا سائدة بس بمجتمعاتنا الشرقية، إنما موجودة كمان ببعض دول الغرب لكن بنسب أقل، بس هالشي مو لصالحهم. فالنساء بيعتبروا الرجل يلي بيساعدهم بالطبخ وبشكل أكبر، يلي بيعرفوا يطبخوا بشكل جيد، أكثر جاذبية من غيرهم. فبدراسة أسترالية أجريت على شريحة كبيرة من النساء، أشارت أنه 60% من النساء بيشوفوا الرجل أكثر جاذبية لما بيدخل على المطبخ، وهالشي لعدة أسباب. المرأة ما بتحب الرجل النمطي أو التقليدي، معظم النساء بتميل للشخص الاستثنائي، فالرجل يلي ما بيقدر يعمل أكل لنفسه هو النمط السائد. فلما يكون الرجل بيحب الطهي والطبخ، بتتأكد المرأة وقتها بأنه أبداً ما له رجل عادي، وممكن يضيف شي جديد وإيجابي لحياتها ويخليها تتعرف على أشياء غير معتادة. الطعام بيمنح الثنائي فرصة لمحادثة شيقة، كلنا منحب الأكل والحكي عن الأكل، فممكن الطبخ يفتح أحاديث كتيرة بين الشريكين، مثل مشاركة الخبرات السيئة والجيدة يلي صارت معهم بالمطبخ. الحصول على عشاء فاخر حتى بحالة الإفلاس، الرجل يلي بيعرف يطبخ بيستغل هالمهارة وقت ما يكون معه مصاري للطلعات، حتى يفاجئ شريكته وقت يعد عشا رومانسي ويقضي وقت حلو معها بدون مصاريف زيادة.